بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، حلقة جديدة مباركة إن شاء الله من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حسن السمت، وقبل ذلك عن حسن الخلق، وقبلها عن أخلاق ومجموعة من القيم المهمة جدا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحلقة خصصناها عن موضوع مهم، وهو حسن الظن. حسن الظن الذي لا بد أن نسعى إليه، لا بد أن نعرفه في بداية الكلام، ونقول أن الظن من حيث هو التردد. إذا تردد الإنسان بين أمرين وجوز أمرين، واحد من الأمرين، أحد الأمرين صحيح والآخر غير صحيح، هذا يعتبر ظن. مجرد التردد هذا هو الظن. حسن الظن هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر. إذا رجح الإنسان الجانب الإيجابي وعلى الجانب السلبي هذا يعتبر حسن ظن. طبعا بعض الناس يحثون كثير من أصحابهم أو أقربائهم أو كذا على مسألة سوء الظن، ويعتبرون أن سوء الظن هو من الأمور التي تدل على الحنكة وتدل على التجربة والخبرة، واستشهدون بذلك شعرا فيقول مثلا: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. هذا من الكلمات التي يقولها البعض شعرا في مسألة الحث على سوء الظن. ولكن لابد أن نفرق ونقول حسن الظن هو المطلوب، أما سوء الظن فهو ليس بمطلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الشمائل أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسألة مهمة جدا يقولون فيها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الناس ولا يطوي عن أحد بشره. معنى يحذر الناس يعني يحتاط. وذلك حتى في الأمثلة العامية نسمع من إخواننا مثلا في مصر يقول: حرص على صاحبك ولا تخونه. ما معنى حرص على صاحبك ولا تخونه؟ يعني احذره، يعني تعامل معه بظن وليس بسوء ظن. نستمع في بداية هذه الحلقة إلى تقرير واستطلاع طرحناه على الجمهور، وهو: الظن حرام ومباح وسنة وواجب، فهل توافق أو توافقي على ذلك؟ نستمع سويا إلى آراء الناس جميعا في هذه المسألة. أنا بعد الظن إثم، يعني فما أدري هو حرام أو مباح، بس أنا أعرف أنه بعد الظن إثم. مش كل الظن سيء طبعا، في ظن حسن، زي أن ظن فيك ظن حسن عشان أبتدي معك علاقة كويسة إن شاء الله. يعني لو في شغل، في بيزنس، في حاجة، لازم حسن الظن يبقى موجود الأول. يعني إن بعد الظن إثم، قررت عنه بعد الظن إثم، لا ما يعني أتوقع يا حرام يا ما أعرف. والله أنا أفتكر إنه الظن حرام، أنا أفتكر كده، لأنه تا يعني مجرد ما ظنيت وبقى سوء ظن بترتب عليه أشياء يعني لا تقبل. يعني ظن الواحد بأخوه الشيء اللي ما هو طيب ما حرام، الظن يعني إثم، الظن إثم، لا يظن أحد في الناس إلا ظن الخير. والله يمكن الظن، أنا برأيي الظن بعض الأحيان ممكن يكون مفيد، عرفت كيف؟ وسوء الظن هو السيء في الموضوع، وإن بعض الظن إثم. الظن أو الشك هو الباب إلى اليقين، ما في شيء عاطل واحد إذا ظن أو إذا شك، بس يكون ظن وشك بمحله. محمد رسول الله عليه صلاة الله. أقسام الظن، بعض الناس وافق بعض الناس لم يوافق، لكن أنا أجمل لكم الكلام وأقول الظن ينقسم إلى أقسام. هناك الظن المحرم، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر حرام قطعي بلا شك ولا ريب. أي إنسان يسيء الظن بخالقه بربه سبحانه وتعالى ارتكب محرما من المحرمات. هناك قسم آخر وهو سوء الظن بمن ظاهره كما يقول أهل العلم العدالة، ظاهره المروءة، ظاهره الأخلاق، فهذا سوء الظن به أمر محرم أيضا، لأنه إنسان صالح والناس تتكلم عنه بصلاح وتؤثر عنه الأشياء الطيبة، فإذا ساء الإنسان الظن فيه يعتبر ارتكب أمر محرم.
هناك ظن وهو قسم ثالث بسبب ما يوجب الريبة، ما يوجب الشك، وضع الإنسان نفسه في موضع تهمة، وضع الإنسان نفسه في موضع ريبة، مشى في الليل حيث لا أحد، مشى في النهار حيث لا أحد، تكلم مع إنسان عن بعد ووضع نفسه في موضع ريبة أو شك أو شبهة أو كذا. فهنا الظن بسبب ما يوجب الريبة هذا أمر مباح ولا شيء فيه أبدا. هناك الظن بالإنسان العادي، الظن بالإنسان العادي كما ذكرنا، وهذا أمر فيه سنة، الإنسان لابد يظن خير بالإنسان العادي، لأنه يفترض الإنسان دائما أن الناس على خير. أنا لا ألغي الحذر، ولكن أقول في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بالإنسان العادي. هناك ظن واجب لابد الإنسان أن يظن في مسائل يعني العلم لا يمكن أن يصل إليها. مثلا كنت في سفر ولا أعرف أين مكان القبلة، هل أصلي إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب، لا أقول أينما تكون فثم وجه الله وأصلي مباشرة، لابد أن أتحرى ولابد أن أسأل أين القبلة، المكان من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، لأن الظن هنا في مسألة ليس فيها دليل ومسألة تتعلق بعبادة فهو أمر لا شك أنه واجب. الظن مسألة مثلا في مسألة خروج الوقت أو دخول الوقت بالنسبة للإفطار أو بالنسبة للإمساك في رمضان أو في غيره لمن أراد الصوم النفلي مثلا، لابد الإنسان أن يتحرى. فالظن هنا مسألة واجبة وحتمية. الظن الأول الذي ذكرناه لكم هو الظن المحرم بالله سبحانه وتعالى. لا يسيء الظن عبد بربه جل وعلا مهما كان تعرض لمآسي أو تعرض لمصائب أو تعرض لأزمات. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الإمام أحمد روى زيادة مهمة جدا وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. كيف يا عبد وكيف يا أمة الله تظنين بالله سبحانه وتعالى؟ إن ظننت أن باب الفرج هو عند الله سبحانه وتعالى فالأمر سيكون، إن ظننت أن الأمور أصبحت لا مناص ولا فائدة منها فكذلك سيكون. في بعض الروايات أيضا عند الإمام أحمد وغيره: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يقول الله سبحانه وتعالى: فليظن بي ما شاء. يعني أمل وأملي في الله سبحانه وتعالى ما شئت. الله سبحانه وتعالى إذا أمل العبد فيه رجاء الله سبحانه وتعالى لا يخيبه من أمور الدنيا وحتى من أمور الدين، حتى من أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى فلانا من الأموال قادر على أن يعطيني، لأن الكنوز عند الله سبحانه وتعالى محفوظة. وما دام أعطى هذا حكما، وما دام أعطى هذا ملكا، وما دام أعطى هذا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك ولا ريب أن يعطيني وأن يمنحني كما منح غيري. بقية النص: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه.